التنمر كانوا زمان بيقولوا عليه التريقة، فاكرة؟ أو يقول لك إيه؟ السخرية. أو السخرية، كان تمام، يقول لك بطل تتريق على حد وبطل تقول له. وتنابز بالألقاب اللي ذكر في القرآن. آه تمام، دلوقتي لو أنا، لو أنت تنمرتي بيا، تمام، بس مش في سننا ده، أو مش في سننا ده يعني، لو إحنا أصغر من كده، هل معنى كده إن أنا ما عنديش ثقة في نفسي، أتهز؟ فهماني؟ تمام، يعني اللي بيتنمر عليه هل هو شخص مهزوز اصلا تمام. ولا شخص طبيعي؟ يبقى احنا هنا بنتكلم، نبتدي بكلامنا بضحية التنمر، تمام. الشخص الذي يمارس عليه التنمر. اه الشخص الذي يمارس عليه التنمر، ما الذي جعله يصل إلى أن يكون ضحية المتنمرين؟ يعني انا ما حدش يتنمر عليا الا لو انا فعلا فيها مشكلة. لا، عندي ضعف نفسي. السمة الأساسية في ضحية التنمر هو الضعف النفسي. يا حرام، ما يمكن خجل، ما يمكن. لا 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 لا، الخجل والمسالمة، في فرق بين أنا أكون شخص مسالم أو خجول أو مهذب، وما بين إن أنا ضحية تنمر. التهذيب والمسالمة بتكون في المواقف العارضة. إنت، أنا قابلتك لأول مرة، غلطتي فيا، فأنا شخص متسامح ومسالم، ففوتها. ترفعت على إن أنا. لكن التنمر في معايير محددة بتؤكد إن ده سلوك تنمري. إيه طب هي؟ قوليلي إيه التنمر؟ التنمر هو سلوك عدواني ممارسة للعنف بهدف إلحاق الأذى والضرر بآخر، مع وجود ثلاث معايير. أولها التعمد والقصد، يعني ما غير متعمد أو غير مقصود ده مش تنمر. تاني حاجة التكرار، ريبيتيشن، إن أنا قصدك ده، أنا كل يوم بتنمر عليكي، ده أنا كل أسبوع بتنمر بنفس عليكي الحكاية، بنفس ال يدخينة يدخينة، مثلا يرفيع بنقي حاجة كده. معينة سمة فيكي وأوجعك بيها. تالت حاجة عدم توازن القوة أو اختلال القوة. بمعنى إيه؟ أن ضحية التنمر هو شخص ضعيف، وممارس التنمر هو شخص قوي بدنيا او نفسيا او اجتماعيا، وان كانت في الغالب هذه القوه قوه مدعاه او وهميه. كنت يعني هناشك هو فيها بس في قلت الاخر كملت الجمله. اصلا هو شخص يشعر بالعجز واحساس بالنقص في الشخصيه، ومورس عليه، تم ممارسه التنمر عليه قبل ذلك. لا احد، الاطفال لا يولدوا متنمرون، صحيح، ولكنهم يكتسبونه عندما يمارس عليهم التنمر، ويترك لديهم آثار وآلام نفسية، وآلام التنمر لا فظيعة. تزول، لا تزول. طيب، إلا بالعلاج. معنى كده دكتورة منى بتتكلم كلام مهم جدا، لو أنا بتنمر عليها طول الوقت معنى كده إن أنا عندي مشكلة، دي لازم ناخد بالنا في منها. مشكلة عند الاتنين، ضحية التنمر بس ده معناه إن أنا مش والمتنمر، سوية نفسيا. مش سوية. بصي هقول لك حاجة، في غلطة بيغلطها الآباء والأمهات أنا عايزة ألفت النظر ليها ومهمة جدا. قولي. إيه هي؟ إن إحنا ما بنهيئش لأولادنا تربية متكاملة لشخصيتهم.